اهلا بكم مجددا بموضوعات جافا سكريبت عامة. موضوع الفيديو اننا نريد تعديل على array بطريقة معينة. فاذا لنبدأ، فاذا اذا لدينا كان array، هذه الاراي فيها 1 و2 و3 و4، فاذا هذه الاراي لنراها. فانا اريد مثلا ان انتج array منها، لكن بضرب 2 لكل عنصر من عناصر الأري هذه، يعني هذه 1 ضرب 2، 2 ضرب 2، 3 ضرب 2، 4 ضرب 2، وهكذا. فبكل بساطة يمكن أن أستخدم، أن أقوم بإنشاء أري أخرى اسمها أري 2، ومن أري أستخدم map. هذه الماب تأخذ call back هنا، فيمكن أن أخذ x، وطبعا هذا هو عبارة عن arrow function. فكل عنصر من عناصر هذه الأري أريد أن أضربها بإثنين، وهذه النتيجة ستنتج لي array، والنتيجة سأضعها بالray 2. فإذا الآن سأكتب x ضرب 2، فإذا الآن array 2. لاحظوا، ليس هذا فقط، بل يمكن أن أقوم بتزويد map بفانكشن فعلا إذا كان هنالك عمليات معقدة أريد إنشائها على هذه الأري وأنتج منها array أخرى. فيمكن أن أستخدم ماب هنا، ولكن لا أكتب الفانكشن بهذه الصورة المبسطة هنا أو الكول باك هنا، أنشئه بطريقة مختلفة. مثلا أكتب هنا فانكشن سميه edit item، وهذا الفانكشن يأخذ item بهذا الشكل، وهنا سأكتب مثلا let z تساوي item ضرب 2 مثلا، وثم let y يساوي نتيجة z زائد 10، وفي النهاية أكتب return مثلا y زائد 5، النتيجة زائد 5، وأغلق الفانكشن. فإذا هذا هو الفانكشن. الآن لو مثلا قمت بتزويد هذا الفانكشن edit item، مثلا قمت بتزويد تزويده مثلا بقيمة معينة مثلا بواحد، فالنتيجة 17. كيف يعمل هذا؟ 1 ضرب 2، 2 زائد 10، 12 زائد 5، 17. طيب إذا أردت تطبيق هذا الفانكشن على كل عناصر هذه الأري، كل بساطة مرة أخرى هذه الأري هكذا عناصرها، يمكن أن أكتب هنا array 4 مثلا هنا، وأكتب array dot map، وبداخل الماب هنا أكتب x لكل عنصر من عناصر هذه الأري، أو z أو a، أي شيء. وهنا النتيجة ستكون تطبيق الفانكشن edit item، وأقوم ب إعطائه هذا الفانكشن قيمة a بهذا الشكل. إذن الأري 4 ستكون موجودة بهذا الشكل. وليس هذا فقط، فإذا كانت لدي هنا الأري هذا، ومثلا let array 7 مثلا هنا، وأري dot map، يمكن أن أكتب، ليس في الطريقة السابقة، أن الطريقة السابقة كانت أن أكتب a وثم هنا أطبق الفانكشن edit item وأزوده ب a. ممكن مباشرة أن أكتب بهذا الشكل، أن أقوم بكل بساطة أن أزود الفانكشن هنا مباشرة الذي أريد تطبيقه، والنتيجة ستكون هي نفس النتيجة السابقة التي كانت بالري التي أنشأناها بوقت سابق. فإذا هذا كله لهذا الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم، ونلتقي لاحقا. مع السلامة.